الصيدلات بكلية طب عين شمس. دكتورة ناجية مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا محتاجة أعرف من حضرتك معلومات قبل ما نتكلم في الإعلان اليوم لهيئة الدواء، لأنه الحقيقة حالات ضمور العضلات أعتقد أن نسبتها ولا عشان السوشيال ميديا ولا إيه زادت. قولي لي حضرتك نسبتها قد إيه في مصر، وقياسا بالعالم تعتبر إيه؟ هي طبعا ضمور العضلات مرض معروف من زمان، واحنا بنشوفه يعني من اول ما اشتغلنا، يعني اكيد اي دكتور اطفال او اعصاب اطفال او مخ واعصاب، ده التخصص بتاعنا. الطب الطبيعي برضو، جراحه العظام، احنا بنشوف الامراض دي كتيره. هل بتزيد او زاد الدكتوره ناجيه؟ هقول لحضرتك، هو يمكن طبعا علشان التشخيص بتاعها هو اللي اتحسن، يعني نقدر نقول في ال 15 او ال 20 سنه اللي فاتت الاجهزه اللي بتشخص الحالات الجينيه وبتقدر توصل للطفره بدقه شديده زائد اتحسنت، فبدانا نقدر نعرف الامراض ونعرف الطفرات، ونقدر نعرف ان كل مرض فيه عده طفرات. الادويه اللي بداوا يستحدثوها بنسميها العلاجات الجينيه، ده بره بره طبعا. طب النسبه عندنا دكتوره ناجيه في مصر، نسبه بالعالم، هل احنا في المتوسط؟ هل احنا اعلى كتير؟ يعني محتاجين نعمل نعرف معلومه. طبعا احنا عندنا امراض كتيره استاذه عزه، لكن احنا عندنا مرضين اساسيين. مرض ضمور العضلات دوشان، وده اكثرهم شيوعا. دي نسبه عالميه، لان ده بيحصل على كروموزوم اكس، طفره على كروموزوم اكس. فالنسبة هي 1 لكل 3500 أو 4000 مولود ذكر سنويا. ذكر، احنا ذكر. هي بتحصل، معنى كده ان هي ان هذا المرض اللي حضرتك قلتيه مرض ذكوري، مش ما بيجيش للبنات ولا لل، ده بالنسبة للدوشان. بالنسبة للدوشان تحديدا. وده وراثي، وده وراثي دكتورة ناجية؟ طفرة وراثية ممكن تنتقل عن طريق الأم أو الجدة، بيبقوا حاملين للمرض وممكن تنتقل للطفل. لكن سبحان الله، يعني هو موجود عند الأم أو الجدة لكنه يظهر في الابن مش في البنت. لأن الأم بتبقى 2X عندها، X عليها المرض والطفرة الوراثية، وX سليم. لما الطفل هيبقى X مصابة مع الواي هيظهر فيه المرض. تمام. يعني احنا في المعدل الطبيعي على مستوى العالم بالنسبه للدوشان. لكن بالنسبه للمرض الثاني اللي هتكلم عليه النهارده، اتفضل، اللي هو ضمور العضلات الشوكي. ده اصابه في الخلايا العصبيه مش في العضلات. وده بيحصل نتيجه لطفره بتبقى فيها، بيسموها الوراثه المتنحيه، يعني لازم الاب والام يبقوا حاملين للطفره الوراثيه عشان تظهر في الطفل. تمام. فلو هم قرايب، يعني الزواج الاقارب بيزود قوي الحالات دي. لسه كنت هقول لحضرتك، لو هم حاملين يبقى في احتماليه كبيره قوي لانه الابن عندهم يصاب بهذا المرض. كل طفل هيبقى فيه نسبه 25% يبقى مصاب. واحنا جواز الاقارب عندنا اعلى نسبه في العالم، احنا والمنطقه العربيه، يمكن المنطقه العربيه. المنطقه العربيه عندهم اكتر من مصر شويه، لكن احنا عندنا برضو في الصعيد وكده نسبه زواج الاقارب عاليه قوي. وبالتالي النوع ده من المرض اللي هو اللي حضرتك ضمور العضلات الشوكيه، ده عندنا اعلى. لكن ده لا يمنع انه موجود عند اطفال الاب والام مش قرايب. بالظبط كده، لان نسبه حاملين الطفره الوراثيه في المجتمع عاليه، بتوصل ل1 لكل 50. طيب، يعني 1 من كل 50 بيحمل الطفره الوراثيه. هل المرض ده هل المرض ده دكتوره ناجيه لو تم اكتشاف ان الاب والام قبل الزواج او بعد الزواج، هل في تحاليل معينه يعملوها؟ وهل لو تم الاكتشاف ان هم حاملين للمرض، هل في علاجات؟ انا هنا اقصد ايه، طبعا انا مش بتكلم بشكل علمي، لكن انا بتكلم بشكل اللي الناس بتقوله. هل هنا في علاجات للاب والام بحيث انه ما تكونش النسبه دي موجوده في الولاد، يبقى النسبه قليله جدا لما نعالج حامل المرض؟ هو لغايه دلوقتي
يعني العلم لسه ما عملوش علاج حامل المرض، احتمال في المستقبل مع الثورة ده على مستوى العالم الدوائية اللي احنا شايفينها. لكن على الأقل ان احنا لو قدرنا نعمل تحاليل سعرها رخيص ونعملها للمقبلين على الزواج، وخصوصا المرض ده أدويته غالية قوي، هنقدر ان احنا نعرف ان هم حاملين للطفرة من البداية. ممكن يا اما يعني الام قبل الـ 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 الحمل، ممكن عن طريق اللي هو الحقن المجهري، او ممكن حتى وهي حامل ان احنا بنحلل السائل اللي هو الاميوسي اللي حوالين الجنين. ممكن نشخص بدري قوي قوي وناخد قرار بيبقى ساعات صعب، هل اكمال الحمل او ان احنا لو جه الطفل على طول او ما يتولد نديله العلاج. لكن لغايه دلوقتي العلم ما توصلش ان احنا نعالج حامل المرض. قلتي جمله مهمه قوي، اول ما يتولد نديله العلاج. ده يفرق جدا. الادويه الحديثه اللي هنتكلم عليها النهارده لو قدرنا نديها قبل ظهور الاعراض، الطفل كانه طفل طبيعي تماما، ويبقى الفلوس الادويه اللي احنا دفعناها فعلا هنلاقي منها نتيجه. هايل. وده في حاله انه لسه مولود. يعني ليه فترة في خلال مثلا يتعمل التحليل ده في فترة 40 يوم أول في ما يتولد فترة نعمل التحليل أول ما يتولد. أنا فاهم. هل أول ما يتولد فقط، ولا نوعي الناس نقول لهم في خلال كذا لازم تكونوا عاملين التحليل ده، في خلال سنة، يعني في خلال ست شهور، يعني بأسرع ما يمكنهم. يا ريت يبقى على طول طبيب متخصص في الوراثة. الوراثة الإكلينيكية، وإحنا عندنا استشاريين وأساتذة كتير يعني في جميع الجامعات والمراكز البحثية. يا ريت على طول دكتور الوراثة يبقى معاه ويوجههم صح، وبحيث إن إحنا ما يجيناش أطفال مصابين. تمام. ليه العلاج بتاع ضمور العضلات يا دكتورة ناجية ليه من أغلى العلاجات؟ وهل هو من أغلى العلاجات عندنا في مصر، ولا هو بره كمان غالي؟ والعلاج الحقن اللي خدت الصدى الواسع في السوشيال ميديا، اللي هي حقن العلاج الجيني زولجينزما، ده أغلى علاج في العالم. أغلى علاج في العالم. بيحقق نسبة شفاء قد إيه؟ هو طبعا كل ما نديه بدري ممكن نسب الشفاء توصل لتسعين 90%. يعني احنا ورونا فيديوهات لأطفال أخذوا العلاج، كانت مفروض هيبقى في الوفاة الحتمية. الأطفال دول عايشين لغاية 5 سنين و6 سنين دلوقتي. من ساعة ما بدأوا يدوا الحقن دي. فكل ما ندي العلاج بدري زي ما حضرتك كنت بتقولي، أول ما يتولد قبل ظهور الأعراض يتحول إلى طفل طبيعي تماما. تمام. طيب، النهاردة هيئة الدواء المصري أعلنت تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات. شايفة حضرتك الخبر ده ازاي؟ شايفة ان ده يعني خطوة ممتازة جدا جدا من هيئة الدواء المصرية، وانا بشكر مجهود انا عارفة ان بقالهم شهور فيه كل الشباب الصيادلة وكل الاساتذة المشرفين عليهم، ان هم خدوا القرار ان هم يقدروا يراجعوا الادوية دي ويراجعوا التجارب السرية اتعملت، وياخدوا القرار بتسجيل اول علاج لإنقاذ آلاف المرضى اللي فعلا محتاجين. أيوه. طيب إحنا هنصنعه هنا؟ لا، إحنا مش هنصنعه. إحنا الدواء جاي لنا من بره. تسجيل، عفوا، تسجيل. أيوه تمام. عفوا، تسجيل. يا ريت نصنعه، إحنا منتظرين الخطوة دي. إن شاء الله. بس فكرة إنه تسجيل أول دواء، هل ده يقلل من سعره؟ يعني هل اعلان زي كده لهيئه الدواء المصريه؟ طبعا يعني هنتسجل عندنا اقل من السعر العالمي. وان شاء الله ان شاء الله اذا دخل التامين الصحي الاسعار هتنزل جدا طبعا. ايوه. لكنه مكلف. اتفضلي. الدواء اللي دخل حضرتك دواء ده مش نقل جين زي حقنه الزولجينزما. ده تعديل لجين. ربنا مدينا جينين. ده اللي هيتسجل في مصر اللي حضرتك بتقوليه ده. ده اللي اتسجل اللي هو التعديل الجيني. ايوه. اتفضلي قولي لنا بقى ده بيعمل ايه. هو حضرتك احنا عندنا الجين الاول. ده حقن؟ الجين الثاني. لا، ده دواء شراب. بيتاخد بالفم حسب وزن الطفل، بنحسب الجرعه. مره واحده يوميا. تمام. بس هو طبعا النقطه ان هو بيتاخد بصفه مستمره، لان ده تعديل للجين.
طول تعديل العمر، تعديل الجين طول العمر. تعديل الجين مش نقل جين. تمام. وده العالم شغال عليه بره. هو احنا طبعا يعني انا بقول هيئه الدواء المصريه ليها الصدق، لان ده اتوافق عليه اغسطس 2020. فكده مصر ماشيه مع العالم. يعني هو طبعا دخل في بعض البلاد زي امريكا واوروبا وبعض البلاد العربيه، لكن ان مصر تسجله يوليو 2021 ده انجاز وصدق يعني الحقيقه يحسب لهيئه الدواء المصريه. هو الحقيقه برضو سيد الرئيس مهتم طبعا بالموضوع. انا لسه هتكلم يعني، انا عايزه اقول توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باطفال ضمور العضلات والاعصاب. صحيح. صحيح. وسرعه تسجيل الدواء. صحيح. والجهد اللي احنا شايفينه، احنا شايفين سياده وزيره الصحه. نعم. التامين الصحي. نعم. العلاج على نفقه الدوله. عايزه اقول الجامعه عندنا في عين شمس، رئيس الجامعه. أيوة. وزير التعليم العالي. نعم. الشراء الموحد كبير. صحيح. يعني كلهم. صحيح. حضرتك دلوقتي متكاتفين ان في اكتر من دواء للضمور الشوكي، وفي برضه اكتر من دواء للدوشان محتاجين يخشوا عشان ننقذ الاطفال دول. فانا شايفه ان هم يعني فعلا ماشيين بتوجيهات سياده الرئيس. تمام. يا رب ان شاء اتمنى الله يستمروا يبقى. يعني اتمنى بقى نكمل بقيه الادويه وتخش التامين الصحي. صحيح. يا رب. تمام. كمان يبقى الاول الدواء ده يبقى اسعاره كويسه زي ما حضرتك قلتي بعد ما تم تسجيله في مصر، ودي تبقى بادره خير لانقاذ اطفال كتيره جدا. لكن طبعا صعب ان انا اسال حضرتك ممكن يبقى اسعاره كام في مصر؟ صعبه والله يا حضرتك. انا دي هسيبها طبعا لهيئه الدواء والتامين الصحي. لان طبعا لما بيتسجل بسعر، لكن لما بيتم التفاوض من الحكومه المصريه ووزاره الصحه والتامين الصحي بينزل باسعار اقل بكتير. يا رب. لان طبعا لازم بنراعي السوق المصري. بالظبط. انا متوقعه ان شاء الله الاسعار هتنزل خالص يا رب. الله. هو بكام بره يا دكتوره قبل ما اشكر حضرتك؟ هو حضرتك بره لو هنديه اللي هي اعلى جرعه اللي هي حسب الوزن بتوصل ما يوازي 300,000 دولار سنويا. 300 بس ده اللي هو هندي اعلى جرعه. لو اعلى جرعه يعني الازاي هو 300,000 ودي حقنه مره واحده ولا ده اللي هيعيش عليه طول العمر؟ لا يا فندم، ده دواء شرب. الزجاجه اللي هي البطل. لو الطفل مثلا وزنه 5 كيلو ممكن يحتاج ازازه كل 50 يوم. لكن ليه غالي كده؟ التكنولوجيا، ده اللي عايزين نقوله حضرتك، ان ده احنا دخلنا في عصر العلاج الجيني. ايوه. التكنولوجيا. أيوه. الناس. أيوه. دي بتعمل كلينيكال تجارب سريريه. أيوه. وبقى لها سنين. ايوه. احنا. أيوه. عايزين نبتدي في مصر، يعني احنا عايزين بدل ما نقعد نشتري الادويه دي لكل مرض هيبقى له دواء واثنين وثلاثه. نعم. لازم يبقى في مراكز بحثيه متخصصه. صحيح. لانتاج الادويه البيولوجيه والجينيه. يا رب ناخد خطوات ومصر ان شاء الله لو اتخذنا القرار بدايه الخير السيادي زي ما بيقولوا هنبتدي بدايه الخير. بشكرك.